وفي نطاق عملنا قررنا باش نبداو بالفورماسيون، وبحذنا مشكور السيد ذاكر صاحب شركة بريطانية سبورتيب اللي هي مختصة في تسويق التيبينج في تونس. التيبينج هذايا اللي باش نعملوا عليه الفورماسيون في نطاق ورشة عمل اليوم مهم ياسر في الرياضة العصرية. هذاك علاش خممنا باش نستدعاو كل أخصائي علاج الطبيعي اللي ينشطوا ويعاونوا فينا في النادي الإفريقي في مختلف أصناف الشبان، باش نطوروا طريقة عملنا بالطريقة بالكيفية الجديدة هذية. وفي نطاق هاللجنة هذية الطبية عندنا برشا أهداف باش إن شاء الله نطمحوا باش نحققوهم، وأول هدف هو العناية بالشبان. البرنامج هذايا متاع التكوين باش يتواصل على كامل السنة، وكل مرة باش نتطرقوا الحاجة معينة اللي تهم السبور متاعنا في النادي الإفريقي إن شاء الله.